هيك نموذج لرجل الأمن العراقي ضرب يعني مثل كبير جدا، مثل يحتذى به في كل القوات الأمنية العالمية، أنه ضابط برتبة ملازم يواجه هالمصاعب كلها ومنطقة نفسها أن يستخدم العتاد الحي ضد المحتدين اللي اجوا بحدود 10-15 أظهر الفيديو أكثر شيء يعني. فهذا نموذج على عمل المؤسسات الأمنية العراقية اللي تخرج هيجي ضباط ملتزمين أقسموا القسم أنه سيكونون في خدمة بلدهم وشعبهم. إحنا هذا النموذج اللي سواه اليوم ما يثنى القوات الأمنية أن تستمر بعملها حماية المتظاهرين السلميين، حماية الناس اللي تطالب بحقوقها المشروعة واللي نأيدها إحنا، ولكن من يبرز من بين هذه الأعداد الكبيرة أعداد جدا لا تتجاوز أصابع اليد، وما واجهوا برجل الأمن اللي موجود أساسا لحمايتهم حقيقة، هو موجود أساسا النجدة لحمايتهم، مو واجبة تتدخل بالتظاهرات، يريد يعبر من جانب الكرخ إلى جانب الرصاف، ما راح يأثر على عمل القوات الأمنية، ستبقى في حماية الشعب العراقي، ستبقى في حماية المتظاهرين السلميين الشرفاء يطالبون بحقوقهم، ولا نزال قد عهدنا احنا وياهم، ولكن نطلب منهم عدم السماح بوجود هكذا عناصر ان تسيء الى تظاهرتهم السلمية اللي صار لهم فترة طويلة مستمرين بها. تعاون مع القوات الأمنية في سبيل نبذ هؤلاء وإخراجهم من بين صفوفهم حتى تستمر هذه التظاهرة. أحيي نماذج وكل المؤسسات الأمنية العراقية التدريبية أخرجت هكذا رجال جيدين، أخرجت هكذا رجال ممتازين إن شاء الله، بقوا على العهد، بقوا على القسم، خدمة شعبهم، وإلى حد ما فقد الوعي كان متمسك بسلاحه، لأن السلاح هو شرف ورمز للمهنية لرجل الأمن.